تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الجغرافيا. السؤال الأول: لاحظ تصميم القسم ثم ضع مكان النقط وراء، أمام، يسار، يمين. نرى الشكل. هناك مجموعة من التلاميذ في القسم، المعلم، لدينا المكتبة، لدينا الحواسيب، لدينا تلميذ اسمه رضا والصديق وزميله اسمه كمال، لدينا باب باب القسم والسبورة. التلاميذ ينظرون إلى السبورة. وضعت المكتبة، هي المكتبة، أحسنتم، يمين التلاميذ. جيد، وضعت المكتبة يمين التلاميذ. أما الحواسيب، هي الحواسيب، فهي موجودة، جيد، وراءهم. حواسيب وراءهم. وعندما يشرح المعلم الدرس يقف دائما، المعلم يقف، جيد، أمام التلاميذ. أمام. وحين لاحظ أن رضا يحب صديقه كمال، أجلس المعلم كمال، جيد، يسار رضا. أحسنتم، يسار رضا. نقرا النص. وضعت المكتبة يمين التلاميذ، أما الحواسيب فهي موجودة وراءهم، وعندما يشرح المعلم الدرس يقف دائما أمام التلاميذ. وحين لاحظ أن رضا يحب صديقه كمال، أجلس المعلم كمال، يسار رضا. لدينا هنا التلاميذ، المكتبة جهة اليمين، الحواسيب وراء التلاميذ، المعلم أمام التلاميذ، بينما يجلس كمال على يسار رضا. التمرين الثاني: لاحظ خريطة الجزائر ثم عين فيها الاتجاهات الجغرافية. لدينا خريطة الجزائر وأربع اتجاهات هنا، جيد، اتجاه الشمال. يقابله اتجاه الجنوب، جيد، بينما من هنا، أحسنتم، اتجاه الشرق، وهنا يقابله الغرب. وهكذا تحصلنا على الاتجاهات الجغرافية الأربعة: شمال، جنوب، الشرق، والغرب. التمرين الأخير: أكمل العبارة الآتية. تشرق الشمس دائما من جهتي، تشرق الشمس من جهتي، أحسنتم، الشرقي. تشرق من جهتي الشرقي. وتغيب من جهتي، تغيب من جهتي الغربي، جيد. تشرق الشمس دائما من جهتي الشرقي، تشرق الشرقي، وتغيب من الجهة الغربي. وهكذا انتهينا من تصحيح الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.